السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هل تصدق أن بعض الناس ربما يجلس على هاتفه 4 ساعات، بعضهم 5، بعضهم قد يصل إلى 6 ساعات يتابع وسائل التواصل الاجتماعي؟ لما أقول 6 ساعات يعني ربع اليوم، يعني لو تعيش 40 سنة 10 سنوات ضاعت بالكاملة من حياتك أمام هذا الجهاز. تعرفون بعض الناس شو يسوي؟ يا ليت يتعلم علم شرعي، ياخذ فوائد، حكم، معلومات مهمه، يستفيد في تجارته، في عمله، يتعلم العلم، اي شيء مفيد ونافع. بعض الناس صدقوني مجرد متابعه اخبار الناس، احوالهم، اصغارهم، بل اذا شاف فضيحه الله يعين ربما يظل ساعه وساعتين يبحث عنها وعن مصدرها وتفاصيلها. مسكين هذا الانسان محاسب على وقته كله وقد خسر فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.